معلش يعني مشاهدين متابعين بالدير ميديا في كل مركز وحضرتكم شايفين يعني احنا دلوقتي في مسجد السيدة نفيسة مع حضراتكم اثناء خروج جثمان الكابتن محمود صالح هنا من مسجد السيدة نفيسة. صور المسجد صور الخروج بس بصور حضرتك مش مصايب. لا احنا صحفيين مش عارف ايه اللي مضايقك انت. انا مستأذن من الحكومة. ماشي ما انا مش بصوره يا ابني. انا اخو متوفي واحمد صالح. شباب طاهر.
وزير. Right?